أهلا أحبائنا المشاهدين في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. بعد غياب أكثر من شهرين كنا منحط حلقات مسجلة للبث المباشر، طبعا بسبب أزمة الكورونا والأمور ابتدأت تفك شوي. طبعا إحنا في الاستوديو قللنا العدد وفي مسافة مترين بين كل شخص وشخص، حبيت أعطيكم هاي المعلومات حتى تكونوا مرتاحين. احنا كمان منصلي من أجلك ومن أجل أسرتك، ومنصلي من أجل كل مصاب أو مضروب بضربة الوباء. الرب يصنع شفاء وفعلا تفك هالأزمة، والرب يعطينا الشفاء الكامل لمجتمعاتنا تعود، لكن تعود بشيء أفضل. ندرك من هو الله في حياتنا، وجوده، حضوره، معاملاته، ندرك الله في حياتنا. السؤال كان طبعا عن طريق الفيسبوك، طلبت إنه الوباء هل هو ضرب إلهي أو قضاء إلهي أو عقاب إلهي، أم هو خطأ بشري، أم إنه السببين مجتمعان مع بعض. ممكن الله بيسمح إنه فعلا يكون خطأ بشري، لكن الله بيسمح فيه. اليوم رح نتطلع على الموضوع من عدة نواحي. رح نتطلع عليه عن الوباء في العهد القديم ثم العهد الجديد، ونشوف شو كلمة الله بتعلمنا عن الوباء في هذه الأيام. أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة، تشجع آخرين، رح تكون سبب بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.